لا تعتذر انه الزعفران، يقولون انه عطر الجنه صحيح؟ سيدي العباس، العباس الفضلي بالصوت ما في صوره، صحيح الزعفران شراب الجنه؟ الحين بسالك ليش الزعفران يصير عطر ويصير شراب ويصير حتى مسابيح وكل شيء؟ الله العظيم، هو يجيبونه من شو اسمه، من يزد مو ولا من في ايران وفي اصفهان؟ في ايران هو شجره تنزرع حلوه؟ اي نعم، مثل شجرة الورد. نعم نعم. بسألك هو ليش غالي؟ نادر؟ لأن أنا أقول لك، أنا أقول لك مو شرط، حتى باقي الأحجار كلها نادرة فيه. أول لحق أيام الوالد سيدي ساشم سي عبد الرفاع وزينة بشر الطريق رفع صفية في دواوين منها العم عيسى العثمان الناخذه، يعطون قهوة مثل قهوة زعفران. إي نعم. فيها نطعة حلوة. لحد الآن سيدي. الله. زين الزعفران هل صحيح يقوي القلب؟ يقوي القلب ويفتح الشرايين يقولون عنه حسب الاطباء يعني. فكان يستعمل اول بالعلاج، الرسول صلى الله عليه وسلم كان محمد وعلى اله وصحبه العلاج الربو لا يا ايوه الدوخه لا يسمونه الحين غير يسمونه العلاج شو اسمه اللخمه سيد العباسي اي يسمونه هني شنو الطب البديل شنو الطب البديل هو هذا بالاحساب شنو الطب البديل يعني غير الكيماوي يعني شنو المرض اللي يعالجه يعالجون عده امراض هذا الزعفران يعالجون فيها اشياء حتى المراه ما تنجب تنجب استغفر الله تشربها اي قسما بالله يسكر اذا روحه مفتوح يسكره يفتحها مو يسكره يسكره اذا مفتوح سكر بتنجب المرض صلى الله عليه والله العظيم الزواج ايه